مرة أجي فيها دبي لازم أمر على هذه المكتبة موجودة في دبي مول. عندهم كتب طبخ، يعني أغلب كتب الطبخ اللي موجودة عندي من هذه المكتبة أخذتها. عموما الكتاب هذا ممتاز وانصح فيه. هذا الكتاب مره حلو للناس اللي بيتعلموا اكثر عن الخبز. من اول الكتب اللي اقتنيتها تقريبا يمكن من 2017، دلني عليها زميل، يعني كنت معاه في كورس وهو اصلا يعني خباز يخبز، فقال لي هذا الكتاب حلو للمبتدئين. اسم الكتاب Flour Water Salt Yeast، اللي هو دقيق موية ملح وخميرة، اللي هي الأربع المكونات الأساسية لأي نوع خبز. يعني أي نوع خبز لازم يكون فيها هذه الأربع المكونات، وبهذه الأربع المكونات تقدروا تسووا خبز. يعني أنتوا عارفين الباجيت والساوردو وهذه الأشياء بس فيها هذه الأربع المكونات، باقي الأشياء يعني الإضافات زي الزيت، الزبدة، البيض، هذه كلها أشياء محسنات، السكر، كلها محسنات يا إما للنكهة أو للقوام. بس دوبي تذكرت إيش؟ إنه أنا جاية بكاريون، في كتب كتير مرة تحمس، شكل حشتري شنطة مرة. الكتب من جد يعني في أشياء مرة حلوة، و يعني أنا ما عاد صارت تشدني الكتب اللي فيها وصفات قد ما الكتب اللي فيها تكنيك، فيها معلومات. هذا الكتاب كان كده كي مرة تحمست، قلت أنا صراحة أحتاج، يعني أبغى أتعلم أكثر عن البرزنتيشن، عن تقديم الأكل. بعدين لما شفت الغلاف حق الكتاب، يعني صح لا تحكموا على الكتاب من الغلاف حقه، ولكن يعني الكتاب عن البرزنتيشن، عن تقديم الأكل، صراحة الغلاف مرة شكله قديم. عموما حتصفح وأشوف يمكن فيه شيء مفيد.